بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الصدوق عن أبيه عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن محمد ابن أبي عمير قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر فقلت له: سيدي علمني التوحيد. قال: يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك، واعلم بأن الله واحد أحد صمد، لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه الحي الذي لا يموت والقادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا يغلب والحليم الذي لا يعجل والدائم الذي لا يبيد والباب الذي لا يفنى والثابت الذي لا يزول والعزيز الذي لا يذل والغني الذي لا يفتقر والعالم الذي لا يجهل والعدل الذي لا يجور والجواد الذي لا يبخل، وأنه لا تقدره العقول ولا تحيط به، وأنه لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأفكار ولا يحتويه مكان ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا أربعة إلا هو خامسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فهو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، والقديم وما سواه مخلوق محدث تعالى عما يصفه المخلوقين علوا كبيرا. هذه الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام تسمى برسالة التوحيد،
وعرفت عن أهل البيت أنها الجامع في التوحيد، وتعتبر من أعظم تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرسالة التي وردت في توحيد الله تبارك وتعالى، والتي يعتز بها مذهب أهل البيت ويفتخر بها باعتبارها تراثاً عظيماً وإرثاً خالداً من تراث هذه المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت. لذلك أتحدث من وحي هذه الرسالة في محاور أربعة. المحور الأول أهمية التوحيد، والمحور الثاني الفرق بين الواحد والأحد، والمحور الثالث توحيد الله من خلال صفات الجمال، والمحور الرابع توحيد الله من خلال صفات الجلال، وهنالك محور آخر وهو ما هي آثار التوحيد على حياتنا نحن الموحدين. أما أولا أهمية التوحيد، في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة أن كل موصوف غير الصفة وكل صفة غير الموصوف. إذن أول الدين معرفته، أول مرحلة تنطلق منها إلى الله هي معرفة الله. لذلك ماذا تقرأ في الدعاء؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، لم أعرف حجتك، بالنتيجة ماذا؟ ضللت عن دينك. إذن معرفة الله الأساس في معرفة النبي، معرفة الله الأساس في معرفة الإمام، معرفة الله الأساس في معرفة الحجة. فإذا افتقد الإنسان معرفة الله وهو التوحيد، إذن ليس له أن يعرف النبي، ولا أن يعرف الوصية، ولا أن يعرف الحجة. طيب، معرفة الله التوحيد كيف يكون؟ هذه الرسالة رسالة التوحيد، والتي سندها من أصح الأسانيد، وقد ذكرت السند. يأتي ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، يجي يجلس عند الإمام الكاظم، يقول له: يا ابن رسول الله علمني التوحيد. ماذا يقول له الإمام؟ يقول له: يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. يعني التوحيد لا بد أن يؤخذ من كتاب الله. لذلك أنت تشوف الأشاعرة لما قالوا بالجبر، لماذا وقعوا في مستنقع الجبر؟ لأنهم تركوا كتاب الله، أرادوا أن يوحدوا الله من خلال أفعاله،
فقالوا أن الأفعال كلها تنسب لمن؟ لله تبارك وتعالى. والإنسان ليس له أي دخل في الفعل في الترك، حتى يحفظون توحيد الأفعال وقعوا في مطبة ماذا؟ الجبر. شوف، تركوا كتاب الله في معرفة التوحيد وقعوا في الجبر. المعتزلة أرادوا أن يوحدوا الله توحيدا من خلال العدل، ويقولون بأن الله عادل وأن الأفعال كلها إنما تنسب إلينا نحن البشر. قالوا بماذا؟ بماذا؟ قالوا بالاختيار وبالتسيير. وقعوا في مطبة ماذا؟ وقعوا في مطبة القول بالاختيار. القرآن الكريم يرجع إليه الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول: لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله فتهلك. لذلك اليوم المعاصر عندما نلاحظ بعض الفئات تخرج عن الحق وتخرج عن الصواب وتدعي أنها موحدة، ليش هؤلاء زاغوا؟ لماذا خرجوا عن الدين؟ لأنهم أرادوا أن يفهموا التوحيد بمنأى عن كتاب الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجي الإمام شي يقول، يقول له: واعلم بأن الله واحد أحد صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك. نجي أولا، ونحن موحدون لابد أن نعرف ما الفرق بين الواحد والأحد. أرجو الالتفات إخواني أخواتي، الواحد هو الذي له ثاني، أما الأحد هو الذي لا جزء له. الواحد هو الذي له ثاني وثالث ورابع وهكذا، أما الواحد هو الذي لا تركيب له ولا جزء له. فمعنى الوحدانية ماذا؟ أنه تنفي الاثنينية والثلاثة والأربعة، ومعنى الأحدية أنك تنفي الجزئية والتركيب. طيب، الواحد لما كان يطلق على الوحدة العددية مرة وعلى الوحدة الحقة الحقيقية ثانيا، احتاج لما يأتي لفظ الواحد كصفة لله أن تميز وتفسر بأن هذا الواحد أي واحد. هل هذا الواحد بمعنى الوحدة العددية؟ أنت الآن لما تقول واحد يعني شنو؟ يعني واحد قبال اثنين ثلاثة أربعة؟ لا، لا تشتبه يا موحد، أيها الموحد لا تشتبه. لما تقول الله واحد، هل تقصد أنه ليس له ثاني وليس له ثالث؟ هذا وحدة عددية، هذا ما ينبغي أن تقول به. لما تقول الله واحد يعني وحدة حقة حقيقية، لاحظوا الدقة. لذلك القرآن الكريم كلما ذكر صفة الواحد عقبها وتبعها أتبعها بالقهار: لمن الملك يومئذ؟ لله الواحد القهار. ليش قال القهار؟ حتى يشعر بأن هذا الواحد ليس الوحدة العددية وإنما الوحدة الحق الحقيقية. لأن قلت لك معنى الواحد بمعنيين، واحد بالوحدة العددية، واحد اثنين ثلاثة. التفت أرجوك،
شوف ارسم الآن في ذهنك 1 2 3 4 إلى آخر السلسلة. لما تقول الله واحد يعني تريد هذا الواحد الأول؟ ها؟ لا، الله واحد مو بمعنى الوحدة العبدية، وإنما الله واحد بمعنى الوحدة الحقة الحقيقية. شنو الحقة الحقيقية؟ يعني الذي لا ثاني له، والذي لا جزء له، والذي لا تركيب له. لذلك شوف القرآن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لما يجيب لفظة واحد في القرآن دائما يعقبها بماذا؟ بالقهار، حتى يشعر بأن الواحد هنا ليس المراد به ماذا؟ الوحدة العددية، وإنما المراد به الوحدة الحقة الحقيقية. الآن شوف الإمام الكاظم ماذا قال؟ قال: واعلم بأن الله واحد. شنو؟ أحد. أحسنت، لم يقل واحد وانتهى. ليش؟ لأن هذه الواحد فيها معنيين: واحد عددي وواحد ماذا؟ حقيقي. أيهما أردت يا ابن رسول الله؟ يقول: أردت من الواحد الأحد. الأحد شنو؟ الذي لا جزء له، الذي لا تركيب له. أنا أرجو شوي إن شاء الله تتأملون الفرق بين الوحدانية والأحدية. طيب، ثم قال ماذا؟ واحد أحد صمد. ما المراد من الصمد؟ الصمد له معنيان. المعنى الأول هو السيد، السيد الذي يسود عالم الكون. الله تبارك وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي يسود نظام الكون، هو الذي يسود العالم، فهو السيد، فهو الصمد. هذا المعنى الأول للصمد. المعنى الثاني للصمد من هو؟ المعنى الثاني للصمد هو الذي يقصد، هو الذي يصمد إليه. فكل ذرات الوجود من الذرة إلى المجرة تصمد إلى الله، يعني ترجع إلى الله. إذن لما تقرأ وتقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الصمد بمعنى المالك والمهيمن على الأمور كلها، ومعناه أنه الذي تصمد إليه الخلائق والكائنات. من هنا لا تفكر بأنك تؤمل وتصمد لغير الله. لا تصمد لغير الله. الذي يصمد إليه هو الله وحده. لذلك في الحديث: وعزتي وجلالي وجبروتي وارتفاعي على عرشي، لأقطعن كل مؤمل غيري باليأس. الله أكبر. أيقرع باب غيري وبابي مفتوح للسائلين. وفي حديث قدسي آخر قال الله: عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمت لك رضيت عنك، وجعلتك عندي مرضيا محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمت لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا فترفل فيها كما ترفل الوحوش في البرية، ثم لا ينالك إلا ما قسمت لك وتكون عندي مذموما. الله أكبر. إذن هو الصمد. الله هو الصمد، هو الذي يصمد إليه وتصمد إليه الكائنات
كلها من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. وفي تعبير آخر عن الإمام زين العابدين قال: لا تذهبوا يمينا وشمالا في تعريف الصمد. الله تبارك وتعالى هو عرف الصمد. ماذا عرف الصمد؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عرف الصمد. أنت إذا أردت أن تعرف إنسانا إما أن تعرفه بعلته، وإما أن تعرفه بمعلوله، وإما أن تعرفه بقرينه وشريكه. يعني مثلا إذا أردت أن تعرف إنسانا ما، تقول هذا ابن فلان، صحيح ولا لا؟ إذا ما عرف أبوه تقول لا هذا ابن فلان. إذا ما عرف ابنه تقول هذا عمل فلان أو شريك فلان. تلتفت. إذن الإنسان يعرف إما من خلال أبيه أو من خلال ابنه أو من خلال ماذا؟ عمله وشريكه وقرينه. طيب تعال شوف سورة التوحيد: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أردت أن تعرف الله فكيف تعرفه؟ تعرفه بأبيه وهو لم يولد، تعرفه بابنه فهو لم يلد، تعرفه بصاحبه وشريكه فهو لم يكن له كفوا أحد. إذن كيف تعرف الله؟ تعرف الله بذاته. تعرف الله تبارك وتعالى بذاته فقط. لذلك شوف الإمام ماذا قال: لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك. لا تقول هذا هنا تكرار، مو قال لم يلد، ليش قال لم يتخذ؟ يريد الإمام ينفي الولد الحقيقي والولد الاتخاذي. يعني الله ليس له ولد حقيقي ولا له ولد اتخاذي. ما هي إحالة أن يكون لله ولد؟ يقول الفلاسفة: الإنسان لما يفيض عنه إنسان آخر، الإنسان لما يلد إنسانا آخرا، أرجو الالتفات رحمه الله والديه، فالإنسان أفاض إنسانا آخر، فالإنسان الآخر أصبح مشتقا من الإنسان الذي أفيض منه، ومقتضى الاشتقاق المشاركة، ومقتضى المشاركة السنخية في الصفات. فإذا كان لله ولد، إذن لابد أن يكون هذا الولد مشترك مع الله في سنخية صفاته. شنو الصفات؟ لابد أن يكون له نفس القدرة، له نفس العلم، له نفس الإرادة، له نفس الفاعلية. ولو كان فيهما آلهة إلا الله، شنو؟ لفسدتا. هذا دليل شنو؟ دليل التمانع. دليل التمانع يعني ما يمكن أن يكون للسماوات والأرض، لو كان فيهما يعني في السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. لأن واحد يريد واحد ما يريد، واحد يشتهي واحد لا يشتهي، واحد يريد يخلق واحد يريد ما يخلق، يصير تمانع، يصير تفاسد. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: توحيد الله من خلال صفاته الكمالية. شوف الإمام ماذا قال: هذا تراث أهل البيت، هذا التراث نحن معنيون به،
والله الذي لا إله إلا هو نحن مسؤولون أمام الله إزاء هذا التراث. مو من باب نافلة القول أنا قاعد أسمع هذا الكلام أو لا، لا أبدا، هذا ديني، هذا ما أدين الله به في الدنيا وفي الآخرة. إذن توحيد الله من خلال عنصرين، من خلال أسماء الكمال ومن خلال أسماء الجلال. شنو أسماء الكمال والجلال؟ تقرأ في القرآن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن الأسماء الإلهية على قسمين، اسم أسماء كمال تسمى بأسماء الكمال وأسماء ماذا؟ الجلال. نجي إلى أسماء الكمال. طبعاً القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى لماذا تعددت أسماؤه الحسنى؟ لماذا أصبحت الأسماء الحسنى 99؟ هنا الإمام الكاظم في رسالة التوحيد بيّن 12 اسماً، لاحظ معي الآن، قال واعلم بأن الله حي لا يموت والقادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا يغلب والحليم الذي لا يعجل والدائم الذي لا يبيد والباقي الذي لا يفنى والثابت الذي لا يزول والغني الذي لا يفتقر والعزيز الذي لا يذل والعدل الذي لا يجور والجواد الذي لا يبخل. شوف الآن عدد معي، أولا الحياة، ثانيا القدرة، ثالثا القاهرية، رابعا العلم، خامسا الثبات، سادسا البقاء، سابعا الدوام، ثامنا العز، تاسعا الغنى، عاشرا العدل، حادي عشر الجواد، وهكذا 12 القدرة. هذه يعددها الإمام وهي صفات الكمال. طيب لماذا تعددت صفات الكمال؟ أنت إذا أردت أن تتعرف على شخص ما، هذا الشخص بالنسبة إليك الآن مجهول، كلما اقتربت لصفة من صفاته اتضحت لك حقيقته. مثلا يقال لك أن فلان، تقول من فلان؟ يقال لك فلان ابن فلان، ابن فلان أبوه كذا، عمله كذا، كل صفة إذا تعطى إليك تصبح أنت ماذا؟ أقرب من ذلك الشخص. لماذا تعددت أسماء الله؟ كلما دخلت إلى الله من خلال صفة أو اسم من أسمائه أصبحت قريبا إلى الله. هذه الأسماء الحسنى 99، هذه قنوات، شايف قنوات؟ البعض يتصل بالله من خلال قناة واحدة، البعض لا يتصل بالله من خلال كل القنوات. طيب الآن لاحظ، اللي يريد الحياة يدعو الله يا حي يا قيوم، يأتي الله من خلال أي اسم؟ من اسم الحي. الذي يريد القهر يدعو الله من خلال ماذا؟ يا قاهر يا قاهر يا قاهر. الذي يريد القدرة يا قادر. الذي يريد الحلم يا حليم. الذي يريد الدوام يا دائم. الذي يريد الثبات يا ثابت. الذي يريد البقاء يا باقي. الذي يريد العز يا عزيز. الذي يريد الغنى يا غني. الذي يريد العلم يا عالم. الذي يريد العدل يا عادل. الذي يريد الجود يا جواد. فكل إنسان يدخل لله تبارك وتعالى من ماذا؟ من قناة من هذه القنوات.
أين أصبح الاسم الأعظم؟ الاسم الأعظم في نظرية من النظريات هو ماذا؟ لاحظ الأسماء الحسنى هو اتصال بالله من خلال ماذا؟ الاسم. أنت تتصل برب العالمين من خلال الغني، من خلال القوي، من خلال الحي. هذه الأسماء قنوات لشنو؟ للاتصال بالله يا رب العالمين. شنو الاسم الأعظم؟ الاسم الأعظم هو الاتصال بالله من خلال الكل والدوام، يعني من خلال كل أسماء الله وعلى الدوام، مو فقط لما أحتاج إلى القوة أسأل الله يا قوي يا قوي. لما حقق لي القوة بعد ماذا؟ ما أذكر الله بقوته. مو أسأل الله من خلال القدرة يا قادر يا قادر يا قادر يا شافي. لما خلصت صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما قضى الأمر لا صلى ولا لا لا لا. إذا تدعو الله من خلال كل أسمائه على الدوام ذلك هو الاسم الأعظم. هذه النقطة والمحور الثاني أو الثالث. المحور الرابع هو توحيد الله من خلال أسماء ماذا؟ الجلال. شنو أسماء الجلال؟ يعني الأسماء التي يجل الله عنها أو تسمى صفات السلب. تلك الأولى تسمى صفات الإيجاب، هذه تسمى صفات السلب. شوف الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لو أعلم بأن الله لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام. الله أكبر، شوف من كلامه. ولا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأفكار ولا يحتويه مكان ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اجى الامام صلوات الله وسلامه عليه الى صفات ماذا؟ الجلال. اولا لا تقدره العقول، يعني ايش قد ما عقل الانسان يصير انه يفكر في الله لا يمكن ان يتقدر الله بعقل الانسان. لذلك شو يقول الامام زين العابدين؟ يقول غاية المعرفة أن تعترف بالقصور بالعجز عن المعرفة، أن تعجز عن المعرفة، هذا غاية المعرفة. أنت إذا تريد تصل إلى قمة معرفة الله أن تعترف بأنك عاجز وقاصر عن معرفة الله لا تقدره العقول. هذه الصفة الأولى. اثنين بعد، ولا تقع عليه الأوهام. كلما تصوره وهمك فهو مخلوق لك. يقول الإمام أمير المؤمنين إجا رجل قال له يا أبا الحسن ما العدل؟ قال العدل أن لا تتوهمه. قال ما التوحيد يا أبا الحسن؟ ما التوحيد؟ قال التوحيد أن لا تتوهمه. يعني شنو؟ يعني لا تتصور أنه في عقلك تقدر ماذا تتوهم ربنا. لا ترسم له شكل، لا ترسم له طول عروض كذا. العدل أن لا تتوهمه. قال يا أبا الحسن التوحيد، التوحيد أن لا تتوهمه. قال وما العدل؟ قال العدل أن لا تتهمه. مو إذا أصبت بنائبة أقول هذه كان سببها رب العالمين، هذا خلاف العدل. أن لا تتهم الله، لا، ما يصيبكم من شيء فمن أنفسكم. طيب، لا تدركه العقول، لا تقع عليه الأوهام، لا تحيط به الأفكار أبدا. يستمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر كلامه، وهذه الرسالة أنا أدعو إخواني وأخواتي إلى التفكر فيها في أقرب فرصة لنقف على نقاط التوحيد الذي يذكره الإمام. ثم ما هي ثمرات التوحيد؟
هذا التوحيد الذي بدونه لا يستطيع الإنسان أن يعرف الله ويعرف ربه. ثمرات التوحيد عديدة. الثمرة الأولى الثمرة العقائدية، ثانيا الثمرة العبادية، ثالثا الثمرة التقوائية، رابعا الثمرة الجهادية، أولا الثمرة العقائدية. التوحيد يعطيك عقيدة لا تتزلزل، التوحيد يعطيك ثقة بالله وإيمانا بالله لا تزلزلك العواطف والعواصف أبدا. لذلك ورد في الحديث إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي لا يستفل منه بشيء، والجبل الراسخ يستفل منه بالمعاول، وإيمان المؤمن لا يستفل منه بشيء. يكتب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو في قعر السجن، يكتب إلى هارون الرشيد، شوف العبارة، شوف هذا التوحيد العقائدي الذي نحن نتلمسه في أهل البيت لنأخذ جذوة منه. يكتب ليا هارون لا ينقضي عني يوم من الشقاء إلا وينقضي عنك يوم من الرخاء، ونمضي إلى يوم ليس له انقضاء، هنالك يخسر المبطلون. لا ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك يوم مثله في الرخاء، لكن سنقضي كلنا إلى يوم ليس فيه انقضاء. الله، هاي العقيدة، هاي العقيدة الراسخة. بعد الإيمان والتوحيد يعطي عقيدة عبادية. الفضل بن الربيع، الفضل بن الربيع ثالث سجن يدخل فيه، سجان يدخل فيه الإمام الكاظم، يقول محمد ابن أحمد القزويني، يقول كان عندي زمالة وصداقة مع الفضل بن الربيع، رحت أزوره، دخلت إلى بيته، قال له لي هذا قاعد في السطح، صعدت في السطح، قال لي مرحبا بك يا فضل، إليك تعال. يقول إجيت، قال انظر من الشرفة إلى آخر البيت، ساحلت، قال دقق النظر، ماذا ترى؟ قلت له ما أرى شيء. قال لا دقق النظر، قلت له أرى خرقة واقعة، قال لا أمعن النظر، نظرت وإذا بي أرى شخصا ساجدا، قلت له هذا شخص ساجد، قال أما تعرف من هذا؟ قلت لا لا أعرفه، قال إنك تتصانع، لأن كان شيعي هذا، قال هذا سيدك ومولاك، هذا راهب أهل البيت، هذا موسى بن جعفر، والله لقد راقبته إذا حان أذان الفجر صلى الفريضة ثم تنفل نافلة حتى تطلع الشمس ثم يسجد لله سجدة حتى زوال الشمس، ولما تزول الشمس يقوم ويصلي الظهر، فأعلم أنه ما غفى في صلاته، يعني لا زال على وضوءه، ثم يصلي الظهر ويتنفل ويعقب حتى يصلي العصر، وهكذا يتنفل عند المغربين والعشاءين، وهذا دأبه راكع ساجد. أي تقوى هذه؟ أي عبادة هذه؟ وهو يقول إلهي إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني للعبادة وقد فعلت فلك الحمد. هذا التوحيد، هذا التوحيد اللي نريده إن شاء الله. بعد الثمرة التقوائية التي ينتجها التوحيد بالله، شنو الثمرة التقوائية؟ هارون الرشيد أوزع إلى فتاة ذات وضاءة وجمال، شوف نص عبارة المفرد، ذات وضاءة وجمال دخلت على الإمام الكاظم
إلى السجن تحت ذريعة أنها تريد أن تخدمه، وإذا بها تنظر إلى الإمام بعد ساعات أيام. أرسل هارون الرشيد من يتسقط أخبارها، وإذا بهذه الجارية ساجدة إلى الله وتنادي سبوح قدوس سبوح قدوس. جيء بها إلى هارون، قال: ويلك ويحك، ماذا رأيت من؟ وكانت مومس هذه، لكن تدري أصبحت ماذا؟ أصبحت عابدة من العابدات، أصبحت زاهدة من الزاهدات، ولن ترى في حياتها إلا وهي تنادي سبوح قدوس سبوح قدوس. شوف الإمام الكاظم سلام الله عليه، الذين انصهروا بتقواه ثلاثة: الأول هذه الجارية التي أصبحت من خيارات عباد الله في الأرض، وبعد منه بشر الحافي. تدري بشر الحافي ما شاف الإمام؟ تدري بشر الحافي ما سمع كلام الإمام؟ شلون انصهر بحب الإمام؟ من كلمة واحدة، كلمة واحدة غيرت بشر الحافي تغييرا جوهريا. ليش ما تصير هكذا؟ لأن التوحيد راسخ. كلمة واحدة، شنو هاي الكلمة؟ لما أرسل بشر الحافي الذي كان غارقا في الجريمة إلى أرنبة أذنيه، أرسل جاريته لترمي بالنفايات، استوقفها الإمام، قال لها: يا أمة الله، هذا البيت الذي ترتفع منه أصوات الصخر والغناء لمن؟ قالت: هذا لبشر الحافي في بغداد، أو هنالك أحد لا يعرفه؟ قال لها: هذا عبد أم سيد؟ هل هذا عبد؟ قالت: كيف لا؟ قال: نعم، لو كان حقا عبدا لما صنع ما صنع. كلمة واحدة جاءت نقلتها إلى بشر الحافي، وإذا به أصبح حافيا يهرول خلف الإمام سلام الله عليه، وهو يقول: سيدي سيدي يا ابن رسول الله. هذا هو هذه الآثار التقوائية للتوحيد. إذا وحدت الله عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم. شر الدنيا أبدا لا يكترث بأي أحد، لا يكترث بأي دنيا. ليش؟ لأن شغل القلب حب الله انتهى. هاي هي التوحيد التقوائي. بعد شوف، إذا الإمام مباشرة أثر في هذه الجارية، لكن غير مباشرة أثر في بشر الحافي. بعد من اللي تأثر؟ تدري هذا السندي ابن شاهك منه كان؟ كان من أبغض خلق الله إنسانا، لكن أخته أصبحت شيعية عندما نظرت إلى الإمام، انصهرت في حب الإمام الكاظم، أصبحت شيعية، ودب التشيع إلى بيت السندي ابن شاهك، حتى أصبح أحد أبنائه يعرف باسم موسى ابن السند ابن شاهك، أصبح شيعيا، ويذكره المؤرخون والروايات أنه من أكبر علماء الشيعة ابن السند ابن شاهك، ويعطوه لقب كشاجم. شنو يعني كشاجم؟ الكاف عبارة عن قدرة الكلام، والشين عبارة عن قدرة العلم الشجر، والعلم والميم عبارة عن المنطق، والألف عبارة عن الأدب. كان يحوي الأدب ويحوي الجدل ويحوي المنطق ويحوي كل هذه العلوم. هذا أصبح ببركة هذه التوحيد التقوائي، جعل حتى من نسل هذا جعلهم
منصهرين في حب الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا موحدين له، مؤمنين به، منصهرين في حبه. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. اللهم اختم لنا بالخير، اختم لنا بالسعادة. إخواني أخواتي، هذه آخر ليلة أتشرف فيها في خدمتكم، خدمة هذه الذوات الطيبة الطاهرة من الإخوة الكرام والأخوات الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا في هذا الشهر من بركاته. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت يا واسع المغفرة اغفر لي. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وعليك توكلنا يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم عجل ظهور إمام زماننا. إخواني الحاضرون، أخواتي الحاضرات، اللهم احفظهم فردا فردا جميعا، اللهم احفظهم فردا فردا. اللهم شافي كل مريض سيما المنظورين منه. يا الله يا الله. إخواني أخواتي، ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم بهذه النفس الصائمة إليه، ولحظات استجابة الدعاء عصر الجمعة هذه الليلة المباركة، ادعوا الله بشفاء المرضى سيما المنظورين. إخواني أخواتي الحاضرون الحاضرات، احفظهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. المؤسسون، تقبل منهم بقبول حسن إلى أمواتهم مع أموات الحاضرين. نهدي جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.